السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الدين والمجتمع. تشتعل الصراعات والحروب في بلد ما فيضطر بعض مواطنيه للهجرة والرحيل. هنا تبرز القيم الدينية والإنسانية والأخلاقية على الأوطان والبلدان والمجتمعات التي هاجروا إليها، وعلى وجه الخصوص تلك المتاخمة لبلدانهم. في هذا الصدد كان لبلدنا الحبيب بصمة إنسانية مشهودة، تجلت كل قيم معاني القيم الدينية والإنسانية منذ عقود، حيث تستقبل اللاجئين والمهاجرين والعابرين. حول هذا الموضوع يسرنا أن نستضيف الأستاذ عماد زيد، وهو أمريكي من أصول يمنية، شاعر وروائي وكاتب صحفي، مر جيبوتي عابرا في رحلة إلى الولايات المتحدة الأمريكية قبل 5 سنوات، لكنه ها هو اليوم يعود إلينا زائرا. نتوقف معه في هذه الحلقة لنخوض بعضا مما ذكرناه آنفا. مرحبا بكم الأستاذ عماد زيد، سعداء جدا بلقائك هنا مرة أخرى ونستقبلك في استوديو الإذاعة والتلفزيون. أنا أسعد أخي محمد. نعم، شكرا جزيلا. بداية نود أن نتطرق إلى العوامل والأسباب التي تدفع الإنسان إلى أن يهاجر مسقط رأسه وبلده الحبيب ويقرر الهجرة إلى بلد آخر غير ذلك البلد الذي عاش فيه ربما فترة أو وقتا يعتبره من أغلى أوقات حياته. كيف تراها من منظور ديني ومجتمعي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. من أين أبدأ؟ سيدي وعتابي مني إليك تزفه أهدابي. أنا يا إلهي جئت بابك راجيا، ولا أنت يا الله كل صوابي. في البداية نود الاعتراف بأنه لا يوجد بلد في العالم يعوض الإنسان عن موطنه الأصلي مهما كان. طيب. إذا ما تحدثنا عن العوامل التي تؤدي إلى الاغتراب أو انتقال الفرد من موطن إلى موطن آخر، فيمكن تسميتها من وجهة نظري بعوامل طبيعية وعوامل غير طبيعية. إذا ما ابتدأنا الحديث عن العوامل الغير طبيعية، فيمكن القول بأنه كالزلازل، البراكين، التصحر، أسباب تؤدي إلى الانعدام الحياة في بيئة معينة، وغالبا ما تكون هذه الهجرة داخل الحدود السيادية للبلد، الانتقال من مكان إلى آخر، النزوح. نعم، النزوح. نعم. فضلا عن الحروب وهي الأسوأ في هذا الأمر، خصوصا عندما يشعر الفرد بالانعدام، انعدام الأمن والاستقرار. نعم، انعدام خصوصا في أماكن النزاعات المسلحة. نعم. هذه العوامل غير الطبيعية. أما فيما يتعلق بالعوامل الطبيعية فغالبا ما يكون وراءها هو عوامل اقتصادية. نعم. حيث يسعى الفرد إلى تحسين وضعه المعيشي، إلى جانب الوضع التعليمي، خصوصا وأن بعض البلدان تجد بيئة مواتية تستطيع من خلالها الوصول إلى رغباتك، إلى تطلعاتك، إلى آمالك. هذا من وجهة نظري. نعم. نعم. الدين. نعم. الدين لو من منظور ديني، الآية الكريمة تقول ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. نعم. أيضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أكيد أكيد. حتى الإمام الشافعي له يعني بيت أو بيتين في هذا الصدد، يقول تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر، ففي الأسفار 5 فوائد: تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد. فالهجرة ليست يعني في جميع الأحوال صورة قاتمة أو مأساوية، ولكن فيها جوانب مشرقة، وأحيانا قد تكون يعني هجرة الإنسان إلى بلد آخر سببا معقولا كما ذكرت يدفعه إلى أن ينتقل من بلده إلى ذلك البلد الآخر، لكن البلد الأصلي يبقى دائما. نعم. يعني في وجدان الإنسان، في وجدان الإنسان. نعم. وفي دائما يبقى راسخا في ذاكرته. هذا فيما يتعلق بالعوامل التي تدفع الإنسان للهجرة. إذا نظرنا إلى السلوكيات الدينية وأداء العبادات، هل المهاجر الذي يهاجر بلده خاصة فيما يتعلق بالبلدان الإسلامية
وينتقل إلى مجتمع غير إسلامي هل يتأثر فيما يتعلق بممارسة السلوكيات الدينية والاجتماعية؟ وهل ثمة تحديات وعوائق يواجهها هذا الإنسان؟ أستطيع القول دعنا نحدد موطنين للاغتراب. نعم. نأخذ موطن في أوروبا كبلد ألماني نختار، أنا لا أريد تسمية هذه البلد. نعم. ولكن مثلا إلى جانب البلد الذي ذهبت إليه الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. الدستور الأمريكي ينص على في أحد نصوصه you can practice any religion أو not practice any religion، يحق للفرد ممارسة أي شعائر دينية، يعني لا أحد يسألك هناك، هناك حريات، هناك في المنطقة التي أعيش فيها في الولايات المتحدة الأمريكية مدينة نيويورك. نعم. يعني ولاية نيويورك مدينة البرونكس. نعم. هنالك المساجد، هنالك حتى المكان الذي أقطن فيه المنطقة اسميت لليمن. نعم. اليمن الصغرى. نعم. يعني فبالتالي اللهم لا نظرا لتواجد أعداد تواجد هائلة. نعم. من أعداد كبيرة من اليمنيين في هذه المنطقة. نعم. فأعطونا هذه التسمية ونمارس شعائرنا الدينية، إلى جانب مثلا عندما نذهب بالأعياد لإداء صلاة العيد يخصصون لنا أماكن واسعة وتأتي الشرطة يعني صحيح. إلى جوارنا، يعني الحمد لله. لتوفير بينما بعض البلدان. نعم. نسمع في التلفاز صحيح. يعني ممنوع الحجاب، يغلقون المساجد، يغلقون المراكز الدينية، يعني تحت ما يسمى الإسلام فوبيا. نعم. أشياء من هذا القبيل. نعم. نعم. فإذا الوضع يختلف من بلد إلى آخر. يختلف من بلد إلى آخر. لكن ألا ترى معي منطقية المقولة التي تقول من عاش مع قوم 40 يوما صار مثلهم، بمعنى نعم. أن الغلبة أحيانا تغلب الإنسان، فحتى لو لم تكن هناك قيود مثلا مفروضة على الإنسان المهاجر الذي انتقل من بلده إلى دولة أخرى فيها يعني شيء من الحرية الدينية والعقائدية، لكن الواقع الذي يعيش فيه أحيانا يعني يضعف من مدى تمسكه بقيمه ومبادئه السمحة، هذا أحيانا قد يكون فيه شيء من يعني من الصحة. سأكون صريحا معك. نعم. هنالك إيجابيات وهنالك سلبيات. نعم. إذا ما تحدثنا عن الإيجابيات، أنت عندما تهاجر تقف على ثقافات البلدان الأخرى. نعم. تستطيع اكتساب مهارات جديدة ولغة أخرى يعني، وهذا يضاف إلى قاموسك. صحيح. إلى قاموس الإنسان. أيضا أنا أعتقد أن الخطورة يعني تستهدف. نعم. تستهدف فئة عمرية معينة. نعم. أنت عندما تسافر وأنت بعد مرحلة البلوغ وأصبحت إنسان عاقل، إنسان تعلم يعني تقاليدك الاجتماعية هو على اعتبار أنك أتيت من بلد محافظ راسخة. نعم. لا يمكن التأثير يكون بسيط جدا يعني. نعم. حقيقة ستظل محافظ على قيمك الثابتة الأصيلة وعلى قيمك الدينية، ولكن في حالة كنت لا زلت صغيرا في السن فهذه هنا تكمن الخطورة. نعم. وهنا يتجلى دور الآباء في الحفاظ على أبنائهم، خصوصا وأننا في عالم مفتوح يعني. صحيح. أنت عندما تذهب إلى العمل لديك أولاد صغار، يعني الآيباد في أو التلفون في أيديهم. نعم. والعالم مفتوح يعني لا تعلم أين يذهبون يعني، ولا تستطيع أن يعني في نفس الوقت أن تكون مراقبا لهم في صحيح. كل لا تستطيع دقيقة ذلك. ثانية. لا تستطيع. طيب في هذا الصدد هناك أيضا سؤال يطرح نفسه، يقول كيف يمكن للمهاجر أن يحافظ على هويته الدينية دون أن تتأثر أو تتلاشى في مجتمعات ذات هويات مختلفة؟ يعني بمعنى آخر حتى لا يذوب الإنسان في المجتمع الذي انتقل إليه من الرأس أو من أعلى الرأس إلى أخمس القدمين، كيف يستطيع أن يحافظ على هويته وهو يعيش في وسط مختلف نوعا ما عن الوسط الذي قضى فيه يعني بداية حياتي؟ أولا الكثير من المهاجرين الدافع وراء هجرتهم هي وراءها عوامل مادية يعني تحسين وضعهم المعيشي، فبالتالي. نعم. هو يقضي جل وقته أو نهاره في العمل. صحيح. هذه من ناحية. نعم. أنا على المستوى الشخصي وأكون صريح معك. نعم. أنا يعني عملت برنامج دقيق. نعم. لي، فبالتالي عندما أصحى الصباح هنالك أذكار الصباح لا يمكن إغفالها، وهنالك أيضا أذكار المساء، هنالك ورد يومي، فبالتالي تسعى من خلاله إلى المحافظة على نفسك وتذكير نفسك يعني. نعم. في كل عام بأنك إنسان مسلم، لك مبادئ، لك التزامات معينة يعني، هذا يساعد. يساعد لأنه. نعم. يعني هذه الهواتف المحمولة كما ذكرت أيضا فيها جوانب كثيرة إيجابية. نعم.
وهي يعني تقوي صلة الإنسان بربه، نعم. أليس كذلك؟ نعم. لكن أيضا ربما أيضا ينبغي أيضا أن يجسد قوله تعالى لرسوله الكريم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. صحيح. يعني عندما تعيش في منطقة غالبية سكانها غير مسلمين، ألا ينبغي أن يكون هناك نوع من التكاتف والتعاون فيما بين صحيح. المسلمين؟ صحيح. إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، فإن صرت لوحدك قد لا تستطيع مثلا أن تحافظ على هذه القيم وتبقى ملتزما، لكن عندما تكون وسط مجموعة مثلا تحمل نفس الهوية ونفس الانتماء، هذا قد يساعد الإنسان على أن يبقى أيضا متمسكا بمبادئ. كلامك حقيقي حقيقة، نعم. وهناك يتجلى الاختبار الحقيقي. صحيح. لماذا؟ أنت عندما تتواجد في بلدك الأصل هنالك أنت داخل مجتمع كثيرة. محافظ، نعم. لا تستطيع القيام بأي شيء. صحيح. إن لم يكن خوفا من الله، خوفا من المجتمع، نعم. يعني. بينما هنالك جميع الظروف متاحة، وهنا صحيح. الاختبار الحقيقي لإيمان الشخص. صحيح. هذا حقيقة، والله كل حاجة متاحة أمامك، لكن الحمد لله يعني المناسبات الاجتماعية يعني هي كويسة، التواصل مع الآخرين، نعم. يعني تستطيع الاستفادة من التكنولوجيا أيضا لا تجد الوقت الكافي أنك تحتك مع المجتمع الآخر أو تدوب فيه، يعني. صحيح. لأنه عمل ومن ثم الذهاب إلى البيت، يعني. نعم. فأعتقد أنت مقيد إلى حد ما، لكن الخوف مهم. على الطلاب، أنا نعم. أكون صريح، الطلاب الذين لا زالوا في مقتبل العمر في سن المراهقة يذهبون إلى المدارس، أباؤهم في يختلطون الأعمال، يختلطون يعني يختلطون والرقابة غائبة عنهم، يعني نسأل الله السلامة، يعني. فإذا من الضروري في مثل هذه الأمور يعني أخذ الحيطة والحذر حتى، نعم. يعني لا يذوب الإنسان في المجتمع الذي انتقل إليه. ولذلك أقول يعني على الأقل أن تكون هناك مثلا جمعيات أو نعم. ما شابه ذلك تعنى بلم الشمل. صحيح. أنا ولو أقاطعك أدرني، نعم. على ذلك، على هذه المقاطعة، ولدي الكبير عمره 7 سنوات، نعم. سجلته في المسجد في الحي الذي أتواجد فيه. صحيح. ويذهب كل يوم سبت، نعم. يعني ليتلقى تعاليم دينه ولغته العربية، نعم. يعني من باب الحرص. صحيح. لأننا لا أستطيع البقاء إلى جانبه طوال الوقت، أكيد. ولكن جميع الآباء ليسوا على هذا القدر الذي يعني يحتم عليهم أن يبقوا محافظين على أبنائهم. لننتقل إلى فقرة أخرى يعني حتى نستغل فرصة وجودك معنا في هذه الحلقة. أبرز ما لفت انتباهك في موطن الهجرة الجديد على الصعيد الإيجابي وعلى الصعيد السلبي. أنا ذهبت إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وقبل أن أراها يعني، نعم. بالعين، نعم. كنا نشاهد أيضا التلفاز ونرى الأفلام ونرى أشياء كثيرة جدا، نعم. وقد يكون ارتسمت في مخيلة الإنسان صورة غير الواقع. صحيح. ولكن أكون صريح معك، هي بلد جميلة، الولايات المتحدة الأمريكية بلد جميلة وواسعة، تعتبر قارة 52 دولة، نعم. يعني كان هنالك 13 ولاية، على ولاية يعني اجتمعت، كان هناك 13 ولاية أو الأوريجينال ومن ثم يعني الأصلية، أيوة. ومن ثم يعني بقي الاتحاد، نعم. الأمريكي. هنالك إيجابيات تتمثل في حقك كفرد داخل البلد، هنالك عدالة من قبل الدولة، نعم. يعني أنا أتكلم عن سياسة الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الحوار الداخلية، أنت كمواطن لا تشعر أنك أتيت من بلد آخر، أو هم لا يهم من أين أتيت أو ماذا تعتقد، يعني معتقدك كذا، لك حرية هنالك، فهمت؟ إنه الجانب الصحي، الجانب التعليمي، أيضا الفرص هنا في الولايات المتحدة الأمريكية بيئة مواتية للجميع، تستطيع الانتقال منها وتحقيق طموحاتك، ما عليك سوى أن تثبت ذاتك في هذه البلد. يعني ربما أيضا وأنا أقاطعك، ربما يعني انخراط الإنسان في مجتمع تتوفر فيه هذه الفرص أيضا يتطلب منه أن يكون ملما بلغة العمل، أليس كذلك؟ يعني حتى هنا يتجه الجميع إلى الولايات المتحدة أو إلى أي دولة غربية ويقول والله إن الفرص متاحة هناك ولا توجد عقبات ولا صعوبات، بس ليست سهلة كما أشرت، نعم. لماذا؟ لأن هناك العديد من التحديات، وهي تحديات حقيقية تواجه كل فرد يذهب إلى تلك صحيح. البلدان، أيوة. أنا شخصيا أولا عامل اللغة، نعم. يا صديقي عامل اللغة، هذا أمر صعب جدا، لغتهم ليست تلك اللغة التي نقرأها في المدارس، كانوا صحيح. كنا ندرس في اليمن بعض المفردات الإنجليزية ونفتكر أننا نتكلم الإنجليزي، خلاص يعني أتقننا، يعني أتقننا. وعندما ذهبت إلى هناك كنت أسمع في بداية الأمر مجرد أصوات متموجة، لا أعلم ماذا يقصدون منها. أيضا طبيعة كانوا يتكلمون معي وأنا أركز إليهم إلى عيونهم، نعم. وبعض مجتمع له ثقافة معينة يقول صحيح. لك لماذا ترى تنظر إليها هكذا، صحيح.
إلى جانب طبيعة المجتمع وثقافاته له كذا. إذن هي تحديات كبيرة جدا ستواجهها، وإذا ما اجتزتها ونلت قسط من التعليم الذي يؤهلك إلى الالتحاق بالجامعة أو كذا ستحقق آمالك بإذن الله. وهناك أيضا من يعني لا تسعفه الظروف، الظروف لكي المادية نعم. يرتقي بنفسه. صحيح. هذا فيما يتعلق بالجانب الإيجابي، هل صحيح. لديك الجانب شيء من السلبيات؟ أخي سألمح نعم. للجانب السلبي يعني بصفة عامة، لا نريد أن نخصص حتى لدولة معينة، لكن أنت هو الحرية، هناك نعم. حرية بما أنك قد عشت في بلدة غربية تتوفر فيها هذه البيئة، قد نعمم الصورة على أساس أننا يعني نعطي الصورة للمشاهد الكريم بأنه سيجد هذه الإيجابيات وهذه السلبيات نعم. أينما ذهب. أنا أقول الجانب السلبي، نحن أتينا من بيئة محافظة صح. فبالتالي الحريات، السقف العالي للحريات نعم. هذا هو يمثل مشكلة حقيقة تحدي. لأننا نذهب بعوائلنا وأبنائنا. أنت تعلم أيضا أن تلك البلدان تعطي الحقوق للجنس الثالث، الشواذ، شيء من هذا القبيل نعم. هذا يزعجنا حقيقة، أنا أكون صريح معك نعم. يزعجنا، هذا من السلبيات التي وجدتها هناك. طيب لننتقل يعني إلى جيبوتي، لنعود مرة أخرى إلى يعني بلدك الثاني جمهورية جيبوتي نعم. كانت نقطة عبور أساسية للأشقاء اليمنيين إلى مختلف بلدان العالم، ومن هنا مر الكثير، وخلال 6 سنوات ولا زالت جيبوتي تفتح قلوبها وأبوابها وتقدم كافة التسهيلات تنفيذا لتوجيهات رئيس الدولة كالتزام ديني وأخلاقي وإنساني. بصفتك مررت هنا أو كنت من ضمن الذين مروا هنا، كيف يعني تقرأ ما قامت به جيبوتي تجاه الأشقاء اليمنيين؟ أولا أنا أتيت من اليمن حقيقة، وأن عدمت الحريات وأن عدم الأمن قدر لنا الهجرة حقيقة. أنا لم أكن أريد أن أهجر من بلدي اليمن، ولكن كان لدي فيزا وأوشكت على الانتهاء نعم. فبالتالي كان إجباري أنني أهاجر. وجيبوتي وحيدة هي من فتحت صدرها قيادة وشعبا، فبالتالي لا يمكن أن نشكر هذا البلد حقيقة. أنا وصلت وكانت رحلتي عبر البحر نعم. في يسموها الزعيمة يعني نعم. عبارة عن مراكب بدائية حقيقة صحيح. ووصلت إلى ميناء جيبوتي ووجدت الاستقبال ووجدت طاقم الميناء يقوم بعمله، يعني أنت تنتقل إلى كذا نشكرهم بعد فترة من تواجدي هنا حوالي بعد شهرين نعم. استطعت أن أتطوع في العمل لدى السفارة، كان السفير جزاه الله خير حمود العديني السفير السابق، ومن ثم نعم كنا نذهب سويا إلى الميناء، كنت نعم. برفقة السفير صحيح. نذهب ونشتغل، كان هنالك مديرة الجوازات حسناء عمر فرح وطاقم جيبوتي يعني مكتظ، هنالك سيارات الإسعاف، هنالك توجيهات صدرت من رئيس الجمهورية بأن يعامل اليمني كأنه في بلده صحيح. لمسنا ذلك، أنا كيمني لمست ذلك، يعني أنا بين أخواني حقيقة نعم. جيبوتي هذا البلد الرائع لا يفصل بيننا وبينهم سوى البحر صحيح. وهذا هو ليس بحر يعني بالمعنى المادي عبارة عن أسماك ومياه، لا هو بحر من المحبة والإخاء يعني نعم. نحن الآن نحن ندرك الآن قيمة جيبوتي، يعني هذه جيبوتي هي بلدنا الثاني حقيقة، أقسم بالله أننا نحب جيبوتي ونحب أهلها. أنا لا أشعر أننا غريب في جيبوتي، يعني أنا بين أهلي وقد اشتقت لها كثيرا عندما صحيح. كنت في الولايات المتحدة، ولعل عودتك الآن إليها مجددا خير شاهد على نعم. على ذلك نعم. نعم وقد كتبت قصيدة نعم. يعني هذا الذي أريد أن أنتقل إليه، يعني بعد الحديث عن استقبال جيبوتي للإخوة اليمنيين وبعد الحديث عن الهجرة كمنظور ديني واجتماعي، وأيضا بعد أن تطرقنا لكيف يمكن للمهاجر أن يحافظ على هويته ويتمسك بمبادئه ويعني قيمه الإسلامية، أنت يعني رجل موهوب يعني ومتعدد المواهب، وهذا بفضل الله تبارك وتعالى ثم باجتهادكم، بما أنك شاعر وكاتب صحفي، بداية قبل أن يعني نعرج أن نستمع إلى بعضا من قصائدك، كيف ترون الشعر من منظور ديني، ويعني مع ما معنى الآية الكريمة من وجهة نظركم كشاعر عندما يقول المولى تبارك وتعالى والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلى آخر الآية؟ أعتقد أن الرسائل السماوية عندما أتت كانت تخاطب المجتمع في الأشياء التي اشتهر بها حينها، فمثلا في وقتها يعني سيدنا موسى عليه السلام كان في عهده وفي عهد فرعون السحر نعم، فأعطاه الله معجزة العصا تلقف ما يأفكون صحيح.
صحيح. ايضا سيدنا عيسى عليه السلام، النبي عيسى كانوا ماهر في الطب، كانوا الطب. نعم. فعندما يبره الاكمه والابرص والموتى، يعني كانت هنا المعجزه، تحدي. فيما يتعلق بالقران الكريم، نعم، ارتقى العرب الى مستوى في اللغه، نعم، وفي الشعر، نعم، ان ينزل الله الرساله السماويه الخاتمه، صحيح، القران الكريم. فبالتالي حتى لو لاحظنا، بماذا اتهم الانبياء؟ نعم. بالشعر، وهذا ليس نقصا استنقاصا بالشعر، نعم، لانه يعني من بلغه الشعر كان يقول لا هو شاعر، نعم، هو مجنون، نعم، هو لم يستطيعوا، صحيح، نعم. فتقول يعني هذا كان في 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 حيني. الشعر والاغتراب ماذا يعني لديك؟ الشعر والاغتراب، نعم، العلاقة وطيدة أخي، العلاقة وطيدة، لأنه عندما يشعر الإنسان بالاغتراب، يعني الشجن والاشتياق إلى البلد يكون ظاهرا على الإنسان، صحيح، حقيقة، ويعتمل في خلده، ومثل ما يقول الشعر، يعني هناك علاقة وطيدة بين، نعم، الشعر والاغتراب، يعني. وأحيانا قد يصبح الإنسان عندما يغترب بحكم الظروف التي يواجهه شاعرا، نعم، كما أنا ولد الإبداع، يعني كما قال أحد الفلاسفة، كل من نسه الحب يصبح شاعرا. كذلك أحيانا ربما الاغتراب يعني يخرج طاقات كامنة في الإنسان، بما في ذلك الشعر. آخر ما كتبت في الشعر، وهل لنا أن نستمع إليها وإلى إحدى يعني قصائدك أو أكثر من قصيدة؟ فما ما زال يعني شيء من الوقت متسع. حاضر أخي، شكرا على إتاحة الفرصة. نعم. على اعتبار أننا ابتدأنا حديثنا عن الهجرة، نعم، لا زالت في ذاكرتي صورة لطفل سوري وجد، نعم، ممددا يعني في، نعم، سواحل البحر الأبيض المتوسط. نعم. هذه الصورة لم تغادر خيالي. نعم. حينها كانت قد ذهب في اليمن، نعم، زوج وزوجته إلى أحد السد، نعم، فغرقوا في هذا السد. تزامن مع ذلك هذا الطفل السوري، نعم، فتألمت كثيرا حينها وكتبت قصيدة، نعم، تبكي وماذا، نعم، أرتئيك شتاتا، ولكم يعز عليك خل فاتا، وتنوح أدري أن قلبا متعبا وعلى مآقيه يزم فراتا، لكنما الأوقات ساعة زائر، كم عقرب فيها يفوح رفاتا، وأرى المسجى والمسجى كلما يهتز نبضا، خلته ميقاتا، لكنه وعليه كل منية يحيا كمعنى أو يموت دواتا، فالماء يدري أن فيه غريقة، والماء يدري أن فيه سقاتا، ويجف مجرا كم تحدر نبعه، ويهيم مأوى كن فيه ذواتا، وأراك تحيا حين تفنى مرة، وأراك تفنى إن أردت حياته. جميل، هذه يعني قصيدة رائعة جدا، تذكرني بقول أحدهم، يعني يموت رديء الشعر من قبل أهله وجيده يحيا وإن مات قائله. أنا أعتقد، نعم، أن هذه القصيدة ستبقى يعني محفورة في ذاكرتنا. حفظك الله. ونحن يعني سعداء باستضافتك هنا في هذا البرنامج. لديك ربما قصيدة أخرى، نعم، تود أن تسمعنا إياها، وهي يعني إحدى القصائد التي نظمتها ربما خلال تواجدك في بلد الهجرة. نعم. نعم. هذه القصيدة كتبتها، نعم، هنا عندما كنت في جيبوتي. هل لها من مناسبة يعني أو تقديم يعني؟ هذه القصيدة حول ماذا؟ يعني عن جيبوتي. نعم. ذات يوم كل أبواب تلك الشعاب وتلك القرى أغلقت. نعم. كانت الأرض بوصلة نحو أرض يجاورنا قلبها، ذهبنا إليها نزف الخطى عائذين من الشر، نحو التي أشرعت صدرها لتواري أسا عامرا في البلاد. كان فيها رئيس وشعب وسيدة أنستنا شواطئها، حملتنا إليها المراكب خوفا من الموت، وأعطت جراحاتنا قبلة ويدا من حرير. أتدرون يا أيها الجمع أن التي أنستنا جيبوتي، وأن التي أغلقت كل أبوابها كل تلك الدنا. نعم. سنكبر حتما وتكبر في قلبنا وردة وأريج لهذه البلاد، سنكتب في كتب أن فيها صباحا لنا، أننا سوف نأتي إليها غدا بمشاتل حنة وعود ورائحة للبخور، سوف نأتي نقبل وجه المدينة وأبناءها قائلين أتيناك بالأمس نشكو، فكنت لنا جارة طيبة وكنت لنا كل هذا الصباح. سوف يأتي زمان نعلم أبناءنا أن كل الشعاب وكل القرى أغلقت بابها دوننا، بقيت في الخريطة أرض كان فيها رئيس وشعب وسيدة
آنستنا شواطئها ذات حين، ألا وهي جيبوتي، جمهورية جيبوتي. إذا أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من الدين والمجتمع. هل من كلمة أخيرة؟ الكلمة الأخيرة، نعم. أنا لا أستطيع أن أتكلم نيابة عن الآخرين، ولكنني لمست هذا الشكر، فبالتالي أتكلم، نعم، عن نفسي وعن كل من عبر عن طريق جيبوتي، يعني، نعم، يعني سواء من المرضى أو الجرحى. هو شكر لهذه البلد قيادة وشعبا، شكرا لسيادة الرئيس إسماعيل عمر جيلة، شكرا للسيدة خضراء التي أعلم يقينا أنها عملت على، كان هنالك طفلة يمنية مريضة، نعم، فعملت على إصدار جواز جيبوتي كيما تستطيع تسفيرها إلى الخارج للعلاج. شكرا للشعب الجيبوتي الذي في بداية الهجرة إلى هنا أو بداية الأزمة اليمنية، نعم، كانوا يخرجون من بيوتهم ويدخلون اليمنيين إلى هذه البيوت. فبالتالي شكرا لكل فرد في هذا البلد، وهذا هو بلدنا الثاني. أنا أقول أخوة لنا حقيقة، كما هو الشكر لك أخي محمد جابر، وإلى الله، رئيس القطاع، وإلى كل العاملين من معدين، مصورين، مخرجين، مراجعين لغويين، يعني الشكر موصول للجميع هنا. أنا ممتن جدا على هذه الاستضافة، لك جزيل الشكر. شكرا أخي. شكرا جزيلا. إذن الأستاذ عماد زيد، شاعر وروائي وكاتب صحفي، سعدنا باستضافتي في هذه الحلقة من الدين والمجتمع. كما نتقدم بجزيل الشكر للزملاء في هندسة الصوت والصورة، وشكرا لكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم، حتى نلتقي في حلقة أخرى. ها هو محمد جابر يحييكم، والسلام ختام.